أهلا بكم في برنامج الصفحة الأولى وجولة في الصحافة حول العالم، والبداية بالعناوين. وول ستريت جورنال تقول بكين تخطط لبناء منشأة للتدريب جديدة في كوبا وترفع من احتمالات وجود القوات الصينية على أعتاب أمريكا. فاينانشال تايمز تقول فرنسا تستدعي الحلفاء في تحد لخطط الدفاع الجوي بقيادة ألمانيا. وفي مجلة فورين بوليسي أشباح دارفور في السودان عادت لتطاردها. تقارير إعلامية تؤكد أن الصين اتفقت مع كوبا على إنشاء مركز للتدريب العسكري، ما أثار قلق واشنطن. صحيفة وول ستريت جورنال تناولت التفاصيل في تقرير حصري حمل عنوان بكين تخطط لبناء منشأة تدريب جديدة في كوبا وترفع من احتمالات وجود القوات الصينية على أعتاب أمريكا. وقالت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أمريكيين إن الصين وكوبا تتفاوضان لإنشاء مركز للتدريب العسكري المشترك على الجزيرة، ما قرع أجراس الإنذار في واشنطن وأثار مخاوف من أن يؤدي تأسيس المنشأة إلى وجود تمركز لجنود صينيين وتواجد عمليات استخباراتية وأمنية صينية على بعد 100 ميل من ساحل فلوريدا. ونقلت الصحيفة عن تقارير استخباراتية قولها إن المناقشات بشأن المنشأة المقرر إقامتها في الساحل الشمالي لكوبا في مرحلة متقدمة لكنها لم تنتهي بعد. وقال مسؤولون أمريكيون حاليون وسابقون إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تواصلت مع المسؤولين الكوبيين لمحاولة عرقلة الصفقة وإثارة مخاوف لدى كوبا من التنازل عن السيادة للصين. وبحسب الصحيفة يأتي تصاعد المخاوف في واشنطن بشأن الطموح الصيني في منطقة الكاريبي وأمريكا اللاتينية، ما تسعى الإدارة إلى تهدئة التوتر مع بكين والذي فاقمته قضايا أخرى بينها الدعم الأمريكي إلى تايوان. وقال مسؤولون أمريكيون إن الإشارة إلى مركز التدريب المقترح في كوبا وردت في تقارير استخباراتية عالية السرية وصفوها بأنها مقنعة ولكنها مؤلفة على شكل أجزاء، ويتم تفسيرها بمستويات مختلفة من القلق بين صانعي السياسات ومحللي الاستخبارات. وافق الرئيس الصيني على إجراء محادثات في واشنطن، وذلك في ظل سعي الصين والولايات المتحدة إلى تخفيف التوترات بين القوتين العظميين. صحيفة ذا هيل تناولت الموضوع تحت عنوان تسعى الولايات المتحدة والصين إلى تهدئة التوترات وتمهيد الطريق للقاء بين بايدن وشي. ذكرت الصحيفة أن الولايات المتحدة والصين تسعيان إلى تخفيف التوترات بين القوتين العظميين في العالم وتمهيد الطريق لعقد لقاء وجها لوجه بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الصيني شي جين بينغ، وذلك في وقت لاحق من هذا العام. وأضافت أن ترحيب الرئيس الصيني بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في اجتماع خاص عقد في بكين يشير إلى جدية الصين في الانفتاح على إصلاحات العلاقات. وأشارت الصحيفة أيضاً إلى أنه بينما رفض رئيس الصيني طلب بلينكن إنشاء خط ساخن مباشر أيضاً بين الجيشين من شأنه أن يعمل على معالجة المواجهات بسرعة، أعطى الزعيم الصيني الضوء الأخضر لكبار نوابه لتحديد موعد لإجراء محادثات في واشنطن. وفي تصريحات قبيل الاجتماع مع بلينكن، نقلت الصحيفة عن الرئيس الصيني قوله إنه عازم على العودة إلى تفاهمات مشتركة التي تم التوصل إليها مع بايدن عندما التقى الاثنان العام الماضي في بالي بإندونيسيا، داعيا إلى تحقيق الاستقرار بين الصين والولايات المتحدة.
لمناقشة ما جاء في صحيفتي وول ستريت جورنال وذا هيل. ينضم إلينا من القاهرة دكتور أحمد سيد أحمد خبير الشؤون الأمريكية بصحيفة الأهرام. دكتور أحمد أهلا بك. يعني في إطار هذا السعي من الصين والولايات المتحدة إلى تخفيف التوترات بين القوتين العظميين، تأتي هذه أو هذا الإعلان عن إقامة تدريبات عسكرية، كيف يمكن أن يفهم هذا التناقض بين الموقفين؟ هل هذا هو تناقض أم هذا نهج سياسي؟ تحياتي لك شروق ولكل مشاهدينك الكرام. في الواقع أن هذا بيعكس استراتيجية أمريكا في التعامل مع الصين والاستراتيجية المقابلة للصين في التعامل مع أمريكا. الصين تنطلق من ما نسميه سياسة رد الفعل على السياسات الأمريكية. عندما تصعد أمريكا وتتخذ سياسات عدوانية تعتبرها الصين عدائية ضد مصالحها، تقوم الصين أيضا بردود أفعال مضادة في إطار نظرية الردع. بمعنى أن عندما تقوم أمريكا باقتحام أو التوغل والتمدد في المجال الحيوي الصيني في منطقة بحر الصين الجنوبي، مضيق تايوان، المحيط الهادي، تقوم أيضا أو تحاول الصين أيضا اختراق والتوغل في المجال الحيوي الأمريكي من خلال منطقة بحر الكاريبي، والبحث أو السعي لتوقيع اتفاق مع كوبا لإقامة منشأة تدريب عسكري على الأقل، يعني تمهد لتواجد عسكري صيني سواء عسكري تقليدي أو وجود استخبارات الصين. قامت أمريكا بإجراء اتفاق عسكري مع جزر بابو غينيا الجديدة في المحيط الهادي وهي قريبة من الصين، واعتبرت الصين أنه أيضا ينتهك مجالها الحيوي. وبالتالي هنا الصين تقول أنها منفتحة إذا كانت أمريكا لديها سياسات تقوم على الحوار والاحترام المتبادل، وبالتالي لديها استعداد للقاء الرئيس بايدن والرئيس شي بين انطلاقا من المصالح المشتركة. بمعنى آخر الصين ليس مصلحتها قطع الخطوط أو الصدام المباشر أو الكامل مع أمريكا. لماذا؟ لأن اقتصاديا الصين تواجه تحديات اقتصادية، حجم التبادل التجاري والعلاقات الاقتصادية بين الصين وأمريكا يتجاوز أو يقارب 900 مليار دولار، وبالتالي هناك مصلحة صينية في إقامة علاقات وانفتاح مع أمريكا. طيب ولكن هذا ما تسعى إليه الصين تقوم على الاحترام المتبادل. هذا ما تسعى إليه الدولتان وفي محاولات لإزالة هذه التوترات وبدء ربما صفحة جديدة من العلاقات بين البلدين، ولكن عندما تعلن واشنطن أنها يعني تثير أن ذلك يثير قلقها، وتعلن الصين أنها تقوم وتتفاوض بشأن إنشاء منشأة تدريب عسكرية مشتركة، هل هذا المسار لا يتعارض مع هذا المسار؟ هل هذه نقرة وهذه نقرة؟ أم كيف هو الوضع سياسياً في ظل وجود هذين المتناقضين؟ يعني بالطبع هذا المسار هو بيعكس أن هناك مساران يحكمان العلاقات الأمريكية الصينية، هما مساران متناقضان. مسار الجزرة أو الحوار والتفاوض والذي دشنه الرئيس شي جين بينج مع الرئيس بايدن في قمة بالي في نوفمبر من العام الماضي، ويسعى بايدن في بلينكن من خلال هذه الزيارة للصين للعودة لهذا المسار. في المقابل هناك مسار التصعيد والعقوبات وسياسة العصر بين الجانبين، وهنا الصين تتخذ سياسات ما يسمى ردع وفكرة السن بالسن والعين بالعين. بمعنى أن الصين تبرز أنها قوة قادرة على مواجهة سياسات الهيمنة الأمريكية والتمدد الأمريكي، وبالتالي محاولتها لإقامة قاعدة أو منشأة عسكرية في كوبا هي في محاولة لاتباع نفس الاستراتيجية الأمريكية والضغط على أمريكا حتى تخفف بالطبع الضغط الأمريكي على الصين. يعني هل هذا يعتبر رد جغرافي صيني بسبب ملف دعم أمريكا لتايوان؟ هو متعلق بمجمل السياسات الأمريكية التي تعتبرها الصين عدائية، سواء ملف تايوان ودعم تايوان واستقلالها، فيما تعلق بالوجود العسكري الأمريكي في مضيق تايوان وبحر الصين الجنوبي، فيما تعلق باستخدام أمريكا لملفات وقضايا داخلية في الصين في هونغ كونغ موضوع حقوق الإنسان، فيما تعلق أيضا بملف العقوبات الاقتصادية الأمريكية على الصين وحظر تصدير أشباه الرقائق الإلكترونية. تعتبر الصين أن هذه سياسات عدائية أو ما تسميه الدبلوماسية العدائية. في المقابل الأمريكا تسعى أو تقول أن الصين تمارس سياسة دبلوماسية الإكراه أو الإكراه الاقتصادي فيما يتعلق بالتوغل الصيني في إفريقيا في مناطق مختلفة، الملكية الفكرية، تقويض أسس النظام الدولي. وبالتالي هنا هناك قضايا عالقة متعددة
يعني بتنذر ان هناك صراع استراتيجي بين البلدين، بمعنى هذا ليس صراع بين دوله ودوله بسيطه، ولكن هو صراع في عمقه، صراع لبنيه النظام الدولي. امريكا تتشبث بالحياديه القطبيه، الصين تسعى الى التحول الفعلي الى التعدديه القطبيه، وترى نفسها انها المؤهل لان تكون قطب عالمي موازي القطب الامريكي. لديها قوه اقتصاديه ثاني اقتصاد، لديها قوه عسكريه ثاني اكبر ميزانيه عسكريه 330 مليار دولار، لديها تواجد سياسي في مجلس الامن، في مناطق النفوذ في افريقيا، في الشرق الاوسط، وبالتالي هي لا ترضى ولا تقبل بان تمارس امريكا سياسه الهيمنه او ربما التقليل من شان الصين. وفي المقابل هي لا تريد الصدام، تريد فتح قنوات، فتح حوار، ولكنها تربط هذا الخطوه بمدى التغير في السياسه الامريكيه. في المقابل امريكا تريد ترويض الصين، عدم الصدام، على الاقل ابعاد الصين جزئيا عن روسيا وفي الحرب الاوكرانيه. امريكا تدرك جيدا ان الصدام او المواجهه او التوتر مع روسيا والصين في ذات الوقت يمثل تهديد للمصالح الامريكيه. لماذا؟ اولا لانه يدفع البلدين الى مزيد من التحالف الاستراتيجي وبالتالي تغيير النظام الدولي، وهذا ليس في مصلحه امريكا. الامر الثاني ايضا ان التقارب الصيني سيعزز ايضا موقف روسيا في اوكرانيا، وبالتالي هنا امريكا تحاول على الاقل الجمع بين المسارين، مسار الحوار والتفاوض، وفي ذات الوقت مسار العصا والضغط على الصين واستخدام ملف تايوان، حقوق الانسان، العقوبات الاقتصاديه لتحجيم صعود الصين في النظام الدولي. وهذا هو الذي يفسر هذا الصراع في مسار الصراعي او في رغبه البلدين في الحوار واداره الاختلاف. طيب. ومنعه دكتور من التحول من التنافس الى الصدام والمواجهه. هناك إعداد لزيارة أيضا على مستوى الدولة ستكون بين الرئيس الصيني شي جين بينغ والرئيس الأمريكي جو بايدن. هل وفقا لهذه المعطيات سترى النور هذه الزيارة؟ أنا في اعتقادي الزيارة يعني احتمالات وقوعها كبيرة هذا العام. لماذا؟ أولا لأن حصل بالفعل حوار العام الماضي في قمة العشرين في بالي، وبالتالي عكست رغبة البلدين في وضع إطار يحكم هذه العلاقات لا يعني التطبيع ولكن لا يعني الصدام، ولكن تظل العلاقة في الإطار الوسط القائمة كما ترى أمريكا على التنافس وإدارة الاختلافات. العامل الثاني والمعطى الثاني هو استقبال الرئيس شي جين بينغ بالفعل لبلينكين وهذا الحفاوة، وهي يعني اعتقاد يعني يراها رسالة أن الرئيس شي جين بينغ منفتح على فتح حوار مع الرئيس بايدن، ولكن في إطار ما تسميه الصين المشروطية، بمعنى أن تتخلى أو تتراجع أو تخفض أمريكا من مستوى سياساتها العدائية تجاه الصين. أيضا فيما يتعلق بالبعد العسكري، يعني الصين رفضت اللقاء بين وزير دفاعها ووزير الدفاع الأمريكي أوستن في سنغافورة في شهر في بداية هذا الشهر، وقالت أنه لا يمكن إتمام هذه الإجراءات أو الاتصالات أو فتح قنوات اتصال ساخنة بين الجانبين في ظل عقوبات أمريكية حتى على وزير الدفاع الصيني من ناحية، وفي ظل هذا التواجد العسكري والاستفزاز العسكري الأمريكي في بحر الصين الجنوبي وفي منطقة تايوان. وبالتالي هنا الصين ترهن مدى التقدم في التقارب أو الانفتاح أو الحوار مع أمريكا بمدى وجود تغير حقيقي في السياسة الأمريكية على أرض الواقع، سواء في بعدها العسكري أو في بعدها الاقتصادي أو في بعدها الاستراتيجي. دكتور أحمد سيد أحمد من القاهرة، الخبير في الشؤون الأمريكية بصحيفة الأهرام، شكرا جزيلا لك. ونواصل جولتنا في الصحافة ومتابعة لأبرز ما اهتمت به. الغارديان تقول إن فريقا لإزالة الألغام بمقاطعة خاركيف يحاول فحص المباني والأراضي بحثا عن ألغام بعد أن استعادت أوكرانيا السيطرة عليها من قبضة روسيا، لكنهم والمنظمات الدولية التي تدعمهم يعانون من ضغط شديد في مساعيهم لتطهير الأراضي الزراعية بالمقاطعة بحلول الربيع. لذا لجأ بعض المزارعين الأوكرانيين المحليين إلى تصنيع روبوتات من أجزاء لدبابات روسية وسيارات مصفحة وتوصيلها بوحدة تحكم عن بعد تعمل بالبطارية لإزالة هذه الألغام. وتضيف الصحيفة أن كييف ومؤسسات خيرية أخرى تسعى لأن تكون قضية إزالة هذه الألغام في قلب مؤتمر التعافي في أوكرانيا والذي سيبدأ في لندن الأربعاء، ذلك كخطوة أولى لاستعادة القطاع الزراعي في البلاد.
الشرق الأوسط. تقول الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يحذر من أن السودان يغرق في الموت والدمار بسرعة غير مسبوقة، ويتخوف من اتساع نطاق الأزمة إلى خارج البلاد بما يهدد استقرار دول أفريقية مجاورة. وأضافت الصحيفة أن تصريحات غوتيريش جاءت خلال مؤتمر استضافته جنيف تعهد فيه المانحون بتقديم نحو 1.5 مليار دولار للاستجابة الإنسانية في السودان. كما أعلنت أيضا الأمم المتحدة عن حاجتها إلى نحو 3 مليارات دولار هذا العام، لم تحصل إلا على أقل من 17% منها. في الواشنطن بوست، اختفاء غواصة بالقرب من حطام تايتانيك والبحث عن 5 كانوا على متنها. تقول الصحيفة إن خفر السواحل الأمريكية أكد أن الغواصة كانت في رحلة استكشافية لحطام سفينة تايتانيك الشهيرة قبالة سواحل جنوب شرق كندا، وأن عملية بحث وإنقاذ كبرى تجرى في المحيط الأطلسي، مضيفة أن الغواصة المملوكة لشركة أوشن جيت السياحية والتي تنظم هذه الرحلات الاستكشافية بتكلفة 250 ألف دولار للفرد، فقدت الاتصال بسفينة الأبحاث الكندية بولار برينس خلال الغوص على عمق 900 ميل شرق كيب كود الأحد. صحيفة فاينانشال تايمز تكتب شركة أمازون تتعهد بتوظيف ما لا يقل عن 5000 لاجئ في جميع أنحاء أوروبا على مدى السنوات الثلاث المقبلة كجزء من حملة جديدة من قبل عشرات الشركات للمساعدة في توظيف الفارين من الحرب في أوكرانيا وغيرها من المناطق المنكوبة بالأزمات. وتضيف الصحيفة أن الإعلان جاء خلال حدث أقيم في العاصمة الفرنسية باريس قبيل اليوم العالمي للاجئين، ويعد التزاماً هو الأكبر من عملاق التكنولوجيا بين أكثر من 40 شركة والتي قالت إنها ستوظف أكثر من 13,000 لاجئ. تعارض فرنسا مبادرة سكاي تشيلد الأوروبية التي تقودها ألمانيا لتعزيز الدفاعات الجوية الأوروبية من خلال شراء المعدات بشكل مشترك، وهو ما يعد مؤشراً آخر على تصاعد الخلافات بشأن كيفية تعامل القارة مع التوترات الناتجة عن الحرب في أوكرانيا. صحيفة فاينانشال تايمز تناولت الموضوع تحت عنوان فرنسا تستدعي الحلفاء في تحد لخطة الدفاع الجوي بقيادة ألمانيا. وقالت الصحيفة إن الحرب في أوكرانيا واستخدامها المكثف للذخائر والصواريخ للهجوم من السماء كانت بمثابة دعوة إلى الاستيقاظ بأن أوروبا لم تعد قادرة على إهمال دفاعاتها الجوية، الأمر الذي تحدث عنه المستشار الألماني في أغسطس الماضي قائلا إن أوروبا أمامها الكثير للحاق بالركب. لكن بحسب الصحيفة فإن الدول الرئيسية مثل فرنسا وإيطاليا وبولندا ظلت على الهامش، ما يظهر التحديات المتعلقة بالاهتمامات الصناعية الوطنية، وذلك في ظل تكثيف الميزانيات العسكرية في جميع أنحاء أوروبا. وقد فوجئت باريس على وجه الخصوص بإعلان سكاي شيلد، وأرجأت قمة فرنسية ألمانية جزئيا للإشارة إلى غضبها. وبينما يتجنب المسؤولون الفرنسيون والألمان الانتقاد العلني لخطط بعضهم البعض، فإن الاختلافات واضحة وراء الكواليس، إذ خططت ألمانيا في البداية لإرسال مسؤول كبير بدلاً من وزير الدفاع بوريس بيتسوريس إلى المؤتمر، لكنها غيرت مسارها خلال عطلة نهاية الأسبوع. بدوره انتقد ماكرون ضمنياً مبادرة سكاي شيلد لاعتمادها كثيراً على أنظمة الأسلحة المصنعة خارج أوروبا. وقال ماكرون في خطاب ألقاه مؤخراً إن الدفاع الجوي هو أولاً قضية استراتيجية قبل أن يصبح قضية صناعية، لكن من الواضح أنه يجب أن يستند إلى توازن بين الإجراءات الهجومية والإجراءات الدفاعية. تشير الأحداث الأخيرة في دارفور إلى أن الوضع الحالي للإقليم عبارة عن خليط
من الفظائع المروعة وجرائم الحرب، ومن المرجح أن تزداد سوءا. مجلة فورين بوليسي تناولت الموضوع تحت عنوان أشباح دارفور في السودان عادت لتطاردها، وترى المجلة أن اندلاع القتال في الخرطوم صب الزيت على جمر حرائق دارفور والتي لا تزال مشتعلة. فبعد 20 عاما من الحرب في دارفور أصبح هذا الفصل الجديد من الصراع له تداعيات عالمية بسبب مزيج قوي من التحالفات القبلية وأمراء الحرب الذين لا يرحمون والداعمين الدوليين والمعادن التي يطمع الجميع في الحصول عليها. وصفت المجلة وما يجري في الخرطوم بالفوضى، واعتبرت أن ثورة 2019 كانت بمثابة فصل جديد من أعمال العنف في دارفور، ومع ذلك تجاهل الدبلوماسيون الصراع إلى حد كبير، وساهم هذا التجاهل في الصراع الذي يلف السودان اليوم. ووفق المجلة فإن وضع دارفور الحالي عبارة عن خليط من الفظائع المروعة وأيضا روايات عن جرائم حرب من المرجح أن تزداد سوءا. ونقلت المجلة تحذيرات لمسؤولي الأمم المتحدة من احتمال وقوع جرائم ضد الإنسانية. ورأت المجلة أنه بسبب التحالفات الإقليمية والعرقية في وسط أفريقيا وغربها فإن ما يحدث في دارفور قد ينتشر عبر القارة، فإذا تم النظر من زاوية العرق كما يفعل كثيرون من سكان دارفور فمن السهل فهم كيف نما حمدتي قائد قوات الدعم السريع بهذه القوة، وكيف بدأ عدم الاستقرار في المنطقة حيث بدأ مقنعا جدا بحشد الهوية القبلية عبر دارفور ووسط أفريقيا. قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي إن العلاقات بين نيودلهي وواشنطن أقوى وأعمق من أي وقت مضى، مؤكدا أن الهند تتحرك لتأمين ما يعتبره مكانتها المناسبة على المسرح العالمي في وقت الاضطرابات الجيوسياسية. صحيفة وول ستريت جورنال نشرت تصريحات مودي في مقابلة أجرتها معه تحت عنوان مودي يرى ثقة غير مسبوقة مع الولايات المتحدة ويبرز دور نيودلهي القيادي. وقال مودي في مقابلة قبل زيارته الرسمية الأولى لواشنطن بعد 9 سنوات في المنصب إن هناك ثقة غير مسبوقة بين قادة الولايات المتحدة والهند، مشيدا بالتعاون الدفاعي المتنامي بين البلدين باعتباره ركيزة مهمة للشراكة التي قال إنها تمتد لتشمل التجارة والتكنولوجيا والطاقة. وأوضحت الصحيفة أيضا أن نيودلهي ستحصل على العديد من المكاسب في ظل صراع الغرب مع روسيا والصين، حيث توددت واشنطن للهند على أمل أن تكون ثقلا استراتيجيا موازنا لبكين، كما تحركت الولايات المتحدة لتعميق العلاقات الدفاعية حتى مع قيام نيودلهي بشراء كميات كبيرة من النفط الروسي بأسعار مخفضة ما يوفر الدعم المالي لموسكو، وهي تشن حربا أيضا في أوكرانيا. وبحسب الصحيفة تحدث مودي أيضا حول السياسة الخارجية للهند وجهودها لبناء اقتصاد أكثر حداثة واستدامة، وكانت رسالته بشكل عام هي أنه حان الوقت الآن لكي تلعب بلاده دور في السياسة العالمية وتساهم في الاقتصاد العالمي. وأفادت الصحيفة أن مودي سعى إلى تصوير نيودلهي على أنها الزعيمة بالفطرة للجنوب العالمية، وأنها قادرة أيضا على التعبير عن تطلعات البلدان النامية التي لطالما تم إهمالها، كما أكد على أن الهند تستحق مكانة ودورا أعلى وأعمق وأوسع. اهتمت صحف العالم بعدد من الملفات والقضايا المختلفة، نتابع أبرز عناوينها. في الشرق الأوسط تقول فرنسا تمنح تونس 26 مليون يورو لتعزيز مكافحة الهجرة غير النظامية. وتقول الصحيفة إن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد درامان أعلن عن مساعدة بقيمة 26 مليون يورو لدعم تونس في كبح الهجرة غير النظامية قائلاً إنها ستمكن البلاد من الحصول على معدات ضرورية
وتنظيم تدريبات مفيدة لا سيما للشرطة وحرس الحدود. وتضيف الصحيفة أيضاً أن المساعدة تضاف إلى حزمة بقيمة 105 ملايين يورو أعلنتها قبل أسبوع رئيسة المفوضية الأوروبية لدعم تونس في مكافحة الهجرة غير النظامية. الجارديان تقول قاض بولاية فلوريدا يأمر محامي ترامب بعدم الكشف عن أدلة في قضية الوثائق السرية. وتقول الصحيفة إن الأمر صدر بعد تقديم طلب من قبل المدعين لتقييد استخدام مواد تم اكتشافها وسلمت لدفاع ترامب في قضية الأوراق السرية، وهو ما يعد انتصارا كبيرا للمدعين حيث لا يمكن للرئيس السابق الكشف علنا عن أي من الأدلة التي ضده، بل فقط يستطيع الاطلاع على الأدلة تحت الإشراف المباشر من محاميه دون الاحتفاظ بها بأمر من القاضي. في الجارديان نقرأ أيضا السلطات في العاصمة الإيطالية روما تفتتح ممشا جديد سيمكن السياح من التنزه بالقرب من المكان الذي واجه فيه يوليوس قيصر نهايته الدموية. وتقول الصحيفة إن الدكتاتور الروماني طعن من قبل مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ عام 44 قبل الميلاد. وإلى هنا نصل إلى ختام جولة الصحافة العالمية، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.